خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، قاعدة اتبعتها أوكرانيا في منطقة كورسك لتخفيف الضغط المتواصل من قبل الجيش الروسي على مختلف البلدات الأوكرانية. فمنذ نحو أسبوعين تواصل القوات الأوكرانية توغلها داخل منطقة كورسك، ما أحدث حالة من الإرباك الشديد في صفوف الجيش الروسي، الأمر الذي بدا واضحاً بعد إعلان كييف السيطرة على أكثر من 80 قرية وبسط النفوذ على مساحة تزيد على 1150 كيلومتر مربع في كورسك منذ 6 من الشهر الجاري، في أكبر غزو لأراضٍ روسية منذ الحرب العالمية الثانية. المكاسب السريعة التي حققتها كييف بتوغلها في تلك الخاصرة الروسية تهدف من خلالها إلى إرسال عدة رسائل، أهمها أنها بتلك الخطوة قد تتمكن من تغيير مسار الصراع المشتعل منذ أكثر من 2.5 عامين كانت الغلبة فيها للجانب الروسي بشكل أساسي. كما تسعى كييف من خلال تلك العملية لإقناع حلفائها الغربيين بقدرتها على الصمود والمقاومة، وأن المساعدات والأسلحة التي حصلت عليها سابقاً بدأت تؤتي ثمارها، في رسالة واضحة لطلب المزيد من الدعم الذي شهد تراجعاً في الفترة الأخيرة بعد فشل الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا بدعم غربي العام الماضي. إننا نبذل كل ما في وسعنا لتزويد جنودنا بالأسلحة والتعزيزات اللازمة، وفي هذا السياق من الأهمية بمكان أن يعمل شركاؤنا على إزالة الحواجز التي تمنعنا من إضعاف المواقف الروسية بالطريقة التي يتطلبها مسار الحرب من خلال تزويدنا بقدرات وأسلحة بعيدة المدى، وهذه هي النقطة الأكثر أهمية واستراتيجية في هذه الحرب. دلالات واضحة إذن لا تخطئها العين على أهداف تلك العملية العسكرية في منطقة كورسك الروسية. فالجيش الأوكراني يسعى لتخفيف الضغط الذي يمارسه الجيش الروسي على محاور القتال الأخرى ووقف تقدمه تجاه الأراضي الأوكرانية، بعدما اضطرت موسكو لسحب عدد من الآليات العسكرية والجنود من جبهات أخرى للمساعدة في صد الهجوم الأوكراني على كورسك. كما تستغل كييف ذلك التوغل لتحفيز حلفائها الغربيين على إرسال مزيد من الدعم، وكذلك كسب مزيد من الأراضي لتقوية موقفها في أي مفاوضات محتملة أو محاولات للتسوية عبر الجهود الدبلوماسية، مستغلة توغلها في تلك الخاصرة الروسية وتثبيت وضع جديد على الأرض.